الأوضة دي فيها الإجابة على سؤالك. وحشتني أوي يا يوسف. وحشتك. عمرت إيه؟ عمرت الوجع والألم اللي انت سبتيه جوايا لما قررت انك تختفي فجأة من حياتنا؟ صدقني كان غصب عني، ما كانش باختياري. لا كان باختيارك يا نوارة. ايه يعني؟ عيانة؟ احنا كلنا ممكن نعيان، بس مش كلنا بنهرب ونسيب ورانا ناس بيموتوا ألف مرة في اليوم من الوجع. لما بنعيا بنقوى باللي حوالينا لحد ما نعدي التعب، مش بنسيبهم يتعذبوا ويعيشوا حياتهم في حسرة وحزن ووجع. تقساش عليا يا يوسف. مش معنى انت قسيتي عليا، مش معنى انا ورا قسيتي علينا كلنا. اوعى تكوني فاكره ان اللي انت عملتيه ده كان هيموتك لوحدك. لا لا، ده موتنا كلنا وراكي. ما كنت بنام كل ليله وانا بعيط وبسال انت عملتي كده ليه يا نواره، كنت بموت. ما كنت بقعد اكلم صورتك واترجاكي تردي عليا ان شاء الله بكلمه واحده، كنت بموت. انا وصلت لمرحله ان انا كان بيتهيألي ان انت بتبعتيلي جوابات بخط ايديكي، من كتر ما انا مش مستوعب انك مشيتي فجاه كده وسبتينا، وفي الاخر كل ده طلع وهم. وهم من كتر ما كلامك كان بيدور في دماغي ليل ونهار. بعد كل ده بتقولي لي وحشتك؟ عملتي كده ليه يا نوار؟ سبتيني اعيش كل اللي انا عشته ده ليه؟ ليه؟ طيب اذا كنت انا هونت عليك، ازاي هن عليك ولادك؟ ولادك اللي انا احتست بيهم وما كنتش عارف اواجههم ازاي واقول لهم ان امهم ماتت. استعرف انا عملت كده ليه؟ عشان ما كنتش عايزه حد منكم يشوفني كده، ما حدش عليا انك تشوف المنظر ده، ولا نخلي الولاد يشوفوا مامتهم وهي شعرها بيقع من الكيماوي. كان نفسي اخر صوره ليا في ذهنكم تفضل زي ما كنتم متعودين تشوفوني بالظبط. انا ما كنتش عايزه اشوفكم انتوا بتتعذبوا وانا ببل كل يوم ورا التاني، مش عايزه اشيل اللي بحبهم هم، انا اصلا مش قادره اشيله، ولا عايزه ابهدلكم معايا وحاسسكم بالوجع اللي انا فيه.
أنا عارفة إني وجعتك ووجعتكوا كلكوا لما قررت أختفي وأبعد، بس ده كان أهون عليا من إني أوجعك وإنك تشوفني كده. لا لا نوارة، اللي أنت قلتيه ده مش عذر مقبول، محدش فينا بيحارب لوحده، بنحارب بالناس اللي بنحبهم. اللي انت عملتيه ده كان تصرف اناني قوي منك. طب كنت تقولي لاي حد، اي حد فينا يقف جنبك ويساعدك بدل ما تحتاجي للاغراب. ما انا عملت كده فعلا، وكان في حد بيساعدني، بس انا لما اخترت الحد ده اخترته بعيد عنكم عشان يقدر يستحمل يشوفني بالمنظر ده. ومين الحد اللي انت اخترتيه؟ انا يا دكتور يوسف. ابعتي عليا في البيت، خلينا نرجع نتكلم في اي حاجه، بس هتبقى الشقه اللي قدام سكنت ان شاء الله باذن الله. شكلها انا بصحى اكيد. باي باي. دكتور يوسف ازيك؟ انا جيهان جارتك هنا. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. ممكن تطمني على نوارة عامله ايه دلوقتي؟ هي كلمتك؟ هي كويسه؟ لا هي ما كلمتنيش، بس انا لما ما شفتهاش وقت المروحه عديت عليها. عديتي عليها فين؟ هنا 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 في البيت يعني؟ كان صحتها كانت كويسه؟ العادي يعني، هي قالت لي ان هي تعبانه شويه، عرضت عليها اجيب العيال. قالت لي حضرتك هتروح بس كده؟ هو في حاجه يا دكتور؟ بعد اذنك بس عشان انا مستعجل جدا. بعد اذنك. الو. ايوه نوار، انت فين؟ يوسف قلب عليك الدنيا. مش عايزاكي تقولي له او تقولي لاي حد اني كلمتك، وهديكي عنوان مستشفى تجيلي عليه. لما نوار احتاجت فلوس طلبت مني اروح البيت عندكم واخد الفيزا التانيه من الكومودين اليمين اللي جنب السرير. جيهان؟ الحمد لله على السلامة. هو انت بتعملي ايه هنا؟ هو احنا امبارح دخلنا بمفتاح فرح عشان ناخد الهدوم اللي هيلبسوها وهم نايمين عندي، فالنهارده كنت بدخلها تاني. عملت حجة لبس الولاد عشان اعرف ادخل الشقة واخد الفيزا. رحت سحبت الفلوس وكلمت دكتور وائل بلغته. ايوه دكتور وائل، انا جبت الفلوس اللي طلبتها نواره. واليوم اللي انت كنت توصلني فيه بعد ما كنا عند ام عماد وانا تعبت. طب هو انت كلتي كويس النهارده؟ لا انا ما كلتش اي حاجه من الصبح. طيب ما هو طبيعي، يبقى الضغط واطي. ناوي الضغط اللي هو على الكومود هخش اجيب. طيب خليكي مستريحه زي ما انت، انا هدخل اجيبهولك بعد اذنك طبعا. لا طبعا اتفضل. افتكرت الكاب اللي انا كنت لابساها لما كنت في البنك جوه، خفت وكلمت دكتور وائل بسرعه عشان الحق اتصرف قبل انت ما تاخد خبر تروح البنك وتسال. الو، انا عايزاك تلحق تتصرف بسرعه قبل ما يوسف ياخد باله. من ساعه اللي حصل وانا على طول متابعه مع نوار وبطمن عليها على طول. صدقني والله العظيم انا ما كان ينفع اقول لاي حد فيكم، كانت وصية نوارة. يعني انت كنت بتشوفيني وانا بموت قدامك الف مرة في اليوم وما هنش عليك تبردي ناري بكلمة؟ ما كانش ينفع، ما كانش ينفع ابدا اخد الامانة اللي هي امنتها لي. اوعى تفتكر ان هو كان سهل عليا، ده كان حمل تقيل قوي على ظهري قدرت اشيله رغم الظروف والمشاكل اللي انا كنت بمر بيها اللي انت عارفها. على طول كنت بطمنها عليك وبقول لها اخباركوا اول باول. انت ازاي تعملي فيا كده يا نوار؟ ازاي؟ انا بجد بجد مش مصدق، والله العظيم ما مصدق. طب لما انت خدتي قرارك ده ونفذتيه كمان جبت اللي تساعدك فيه، اللي خلاكي تظهري فجأة؟
اللي خلاكي تبعتي لي هديه عيد ميلادي عشان تعرفيني انك عايشه؟ عشان عرفت من دكتور وائل ان العلاج ابتدى يجيب نتيجه وفي امل اني اخف وارجع تاني. ترجعي تاني؟ يعني تقرري انك تختفي فجاه وعايزه ترجعي تاني فجاه واحنا ولا كأن لينا وجود؟ هلا جوزي شريك عمرك ولا كأن لي وجود؟ سامحني يا يوسف عشان خاطري. يا ريت ما اقدر اسامحك يا نوار، بجد يا ريت ما اقدر اسامحك. سامحك يا نور، والله يا سامحك، معلش هو مش قادر يستوعب من الصدمة، وأول ما يفوق من الصدمة اللي هو فيها هو أكتر واحد يفرح إن أنت رجعتي. يوسف الوحيد اللي كان مصدق إن أنت عايشة يا نور. هيسامحك يا بنتي، هيسامحك والله.